السلام عليكم. ده سؤال جه في احد الانترفيوهات، ازاي نقدر نتحكم في الديتيل ليفل واحنا في 3D؟ طبعا هي الموضوع بسيط جدا، انت بتيجي هنا تقول له لا اما كوارس لا اما ميديوم لا اما فاين، هتلاقي بعض التفاصيل بدأت تظهر اكتر، وخصوصا لو ركزت على مثلا الحافة بتاعت الشباك.